سنة أنا فاكرة قبل الثورة على طول 2011، كانت حاجة اسمها يعني إيه راجل، وكانت فكرة يعني فيها جزء بالعامي وجزء كبير برضو باللغة العربية الفصحى عن فكرة يعني الشباب والرجال الشباب اللي هم بقى كانوا بيعملين مش عارف تسريحة إيه وبنطلونات ساقطة، وبشوف حاجات غريبة قوي. فبدأت أكتب عن الفكرة دي، هو ليه الراجل شكله اتغير والمنظومة دي اتغيرت إزاي، وزمان أيام سي السيد والوضع بقى شكله إيه. فالكتاب نزل أنا فاكرة قبل مثلا ثورة يناير بعشرة أيام اللي هو كسر الدنيا، الكتاب باع طبعا في 10 ايام لان عنوانه كان طبعا اتراكتيف يعني. فبس بعد يعني طبعنا منه طبعه تانية والكتاب بقى خلاص القصه خلصت. فبشوف كل الناس اللي بتقراي رواياتي يقولوا لي وانت كتبك القديمه فين، لان انا كنت بنشر في الهيئه العامه للكتاب، فالكتب الناس فاهمه ان انا هم عامله الثلاث روايات دول بس، لكن احيانا عامله قبلهم اربع مجموعات قصص صغيره. فبدات افكر ان ليه لا، ما ان انا يعني بتشجيع الحياه من دول النشر، وهم دول النشر دايما الحياه في ظهري دايما بيشجعوني، يعني خلينا نعيد طباعه الكتب. قلقانه منه كنت جدا لان في جزء بالعامي، وهو جزء بيحكي عن تجربه واحده من اول ما حبت واتخطبت واتجوزت واتطلقت، المرحله دي كلها بس بالعاميه، وزي ما هي بتشتكي بيرد عليها جوزها في الاخر، وهو رخر بيشتكي، فهي محاوله يعني مش للهجوم على الرجل بالظبط كده، هي لتقليل الجاب دي، يعني زي ما هي بتشتكي ما هي هو بيشتكي، وهي نفس الشكاوي على فكره في كل البيوت، هو بيشتكي من نفس الحاجات اللي كل الرجاله بتشتكي منها، وبالتالي المراه. فعشان ما نقعدش دايما نقول بس اصل الرجاله اصل الرجاله، ما في ستات برضو يعني. فهي محاوله بس محاوله ساخره، دي اول مره يعني اكتب ساخر خالص او عمي يعني، ويعني اعتقد الساخر كان لازم يتكتب عمي، فده نص الكتاب الاولاني، والنص الثاني ما قدرتش لازم اعمل عوده اللغه العربيه يعني. فاتمنى انها تكون تجربه مختلفه، وانا مع الاختلاف دائما وابدا، ان انا اعمل حاجه تكون مختلفه عن المعتاد مني يعني، وده ما يمنعش ان الروايه انا شغاله فيها برضو يعني، لازم انزل حاجه كده مجعلصه يعني.